يا شباب العقاب هو السلام عليكم شباب، اخوكم احمد كينج طبعا شباب. اليوم انا حسين الملك ورجعت لكم اليوم بفكره جديده ولعبه جديده. طبعا اليوم راح نلعب لعبه فول جايز، والفكره من هاي يعني هالفيديو المره اذا راح العب جيمين او ثلاث جيمين العب جيمين، اذا خسرت مين اثنين اكشن، اذا خسرت بواحد باختصار اسوي عقاب. بس العقاب العقاب هو انه اذا خسرت اقول لكم عليه. فقبل نبدا طبعا احنا عندنا هاي مجانيه، طيب عجل ما الحظ، شوف ايش يعطونا. سبايدر مان بس كده ما صار مان. حلو، لا هذا حلو. رجعكم شباب، طبعا حسيتونا عن هذا الماب. فاوكي ان شاء الله ما نقصر، بس نبدأ بسرعة، بس لازم تركيز. هاي بدايتها يعني شكلي 100% راح. اي طمنا واحدة هنا تتعصير هاشي جيجي ارجع البداية صدق جيجي هنا شوية زين. اها سهلة سهلة ان شاء الله سهلة. اوه ماي جاد شباب، طبعا هسه طلعوا لنا هذا الماب اللي وراه، هذا الماب صعب والله. هذا الماب شكله راح اخسر فيه. اي تختصر الطريق من يعني ثمانية يموتون بس. فاجي شكلي راح افوز، شكلي راح افوز، شكلي راح افوز، شكلي راح افوز، شكلي اول مره اعبر هالماب. رجعكم شباب، طبعا هسه طلعوا لنا هذا الماب، فهالمرة هذا اكثر ما بكرهه. لا هذا يعني اصعب ماب بالنسبة لي، شكلي خسران. شكلي خسران، لا صدق شكلي خسران، شكلي خسران لان هاي الماب ابد ما عابره. انا عابره منه بس ما صار يعني، بس عابره بس صعب يعني. بس واحد واحد تستاهل واحد. لا ذاك انت شو، لا انت شو راح اخسر. يا جيب مين وراك خسرت وراح العقاب. انزل العقاب فشباب، العقاب هو انه لازم انزل لعبه رعب، يعني مو قران اذا نسيت احمل لعبه رعب رعب صدق، يعني صدق رعب. انا هالفيديو طبعا شباب انتظروا الفيديو اللي وراه انه احصل لعبه رعب تخوف كلش. فوصلنا نهايه فيديو، لايك والاشتراك. مع السلامه، باي.